السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على قانون فاراداي مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. جيب الورقة، ورقة الـA4 اللي كتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 9 كل درس بدرسه. يتكون ملف من 8 دورات على حلقة مربعة بطول 2 من 10 متر على جانب، ومقومة مقدارها 3 أم. يتم وضعها في مجال مغناطيسي يصنع زاوية 40 درجة مع مستوى كل حلقة. بدك تنتبه لهذا، يصنع زاوية 40 مع مستوى كل حلقة. لذلك رسمت الملف ورسمت متجه المجال وحددت الزاوية 40. الزاوية 40 ما هي الزاوية سيتا في قانون التدفق، ورسمت المتجه العمودي على مستوى الحلقة. فسيتا هي الزاوية بين المتجه العمودي، المتجه A والمتجه B. إذن عبارة عن 90 ناقص 40، عبارة عن 50. منكمل. يتغير مقدار هذا المجال مع الوقت وفقا للمعادلة B وتساوي 1.5 تي تكعيب، حيث تقاس تي بالثواني وبي بالتسلا. ما هو التيار المستحس في الملف في زمن قدره 2 ثانية؟ هاي اللي شرحته على الرسم. التيار المستحس إذا كانت الحلقة لها مقاومة، إذا منطبق قانون أوم. قانون أوم بيقول التيار يساوي فرق الجهد على المقاومة. إذا المقاومة موجودة عندك، إذا بدك تحسب فرق الجهد، بنحسب فرق الجهد المستحس من قانون فاراداي اللي هو هذا. إن ممكن نوضعه هون، هذا التغير معدل الزمن للتدفق خلال كل حلقة، وهي عدد الحلقات. إذا في إن هنا، أنا ناسي أكتبها لكن موجودة هنا. منطالع برا معادلة الاشتقاق، الثوابت عدد لفات ثابت، مساحة سطح الحلقة ثابت، كوساين سيتا ثابت، المتغير هو بي تابع للزمن بهذا الشكل. فمنشتق بتصير بهذا الشكل، حاصل ضرب هالكميتين بيعطينا هذا في كوساين 50 في 3 في 1.5 تي تربيع. بدك تتذكر الاشتقاق، 3 مضروب في 1.5 في تي 3 ناقص 1. منعود بقانون أوم. فيك تحسبها للآخر وبعدين تعود، وبعدين هون عودنا مشان تقليل الخطأ. عودت بالكمية هاي من غير ما أحسبها مشان نقلل الخطأ. فبيطلع التيار مقداره 1.23 أمبير. ورقة وقلم وهدوء، واكتب شوي شوي. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء والتشجيع.